اهلا اتفضلي. شكرا. بصراحة أنا مش مصدق إن أنتِ جيتي. والله ولا أنا مصدقة. اشربي إيه؟ لا 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 ما مش عايزة حاجة. قولي بس أنت عايز إيه؟ أنا اللي عايز منك إيه؟ ده على أساس إن أنا اللي كلمتك وقلت لك محتاجة أتكلم معاكي. أيوة صح. أنا اللي دنيا اللي قلت لك فعلا. أنت متوترة أوي كده ليه؟ في إيه؟ لا 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 أنا مش متوترة حاجة ولا حاجة خالص عادي. واضح. بص بصراحة أنا متوترة جدا لدرجة إن أنا بفكر أقوم أمشي. لا تقومي تمشي إيه؟ اقعدي. هو أنت أول مرة تخرجي مع حد ولا إيه؟ أيوة أول مرة أخرج مع حد. بجد؟ بجد. يعني أنت عمرك ما صاحبتي حد ولا؟ لا 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 عمري. طيب كويس كويس قوي. عايزك بقى تهدي كده وتاخدي نفس وتقولي لي انا سامعك وتعزيني في ايه. بص انا كنت جايه اقول لك كلام كتير قوي بس ما اعرفش ليه لما قعدت معاك مخي وقف. بس انا هقول لك حاجه من ضمن الحاجات. هو انا كنت عايز اسالك هو انت ليه بعت لي وفجاه بقيت مهتم بيا كده فجاه؟ ممكن اعرف؟ طبعا ممكن. وانا كمان عاوز اجاوب على السؤال ده. اولا يا ستي انا اهتمامي بيكي مش مفاجئ ولا حاجه، بالعكس انا مهتم بيكي من مده طويله، من زمان وانا براقبك من بعيد واخد بالي منك. ثانيا بقى لو عاوزة تعرفي أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز أتجوز. عاوز أتجوز بنت تكون زيك كده. ملهاش خبرة. متخرجش مع حد. الموضوع ده يفرق معايا جدا. وأنا متأكد إن أنتِ كده. دنيا أنا معجب بيكي. أنا معجب بيكي بجد. ولو أنتِ عندك استعداد أنا هكون أسعد إنسان في الدنيا. لو تقدمت لك. في أقرب وقت.